بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكرنا قصة إبراهيم الخليل سابقا عليه السلام، ذكرنا أن له من الولد إسماعيل وإسحاق، وأن الله عز وجل رزق إسحاق عليه السلام ولدين، العيس ثم يعقوب عليه السلام. العيس من ذريته جاء نبي من الأنبياء كلنا نعرفه، وهذا النبي يذكر دائما مع أي مصيبة نصبر عليها. العيس من ذريته جاء هذا النبي الكريم يدعو قومه إلى الله في بلاد حران في الشام، ورزق الله هذا النبي واسمه أيوب عليه السلام. دائما لما نقول أيوب نتذكر الصبر، ما يمكن نسمع قصة في الصبر مثل قصة أيوب عليه السلام. الله رزق هذا النبي العلم والفهم والدين، دعوة إلى الله وتبليغ الناس دين الله عز وجل والإصلاح بين الناس، وأيضا رزقه مالا وفيرا، حتى قيل أن الله رزقه 500 فدان من الزرع وأكثر من 500 خادم وعبد، وعنده من الماشية ومن الأموال ومن الخيرات ما يحسد عليه في ذلك الزمان. ورزقه الله زوجة صالحة وأولادا كثر أقوياء متعافين يعينونه، وظل أيوب عليه السلام في ذلك الخير من خير الدنيا والآخرة، يعلم الناس وينصحهم ويتعبد ربه ويذكره دوما، وكان كثير العبادة. وابتلاه الله عز وجل بأشد أنواع البلاء، قيل في سبب بلائه، والعلم عند الله، أن إبليس، مو أي شيطان، إبليس بنفسه حسد هذا النبي. شلون نبي وعنده كل هذه الخيرات، هذه الحدائق والمزارع والعبيد والأموال والأولاد وهذه الأسرة؟ وقيل أن إبليس في ذلك الزمان استرق السمع فسمع ثناء الله على هذا النبي، فاشتد غيظه وحسده وجمع الشياطين عنده وطلب منهم أن يؤذوا نبي الله أيوب عليه السلام. وبدأت الشياطين تلتف حوله وحول أمواله وحول أولاده يحاولون إيذاء نبي الله. وكان أول بلاء ابتلى الله عز وجل به نبي الله أيوب عليه السلام أنه بدأ يفقد أمواله. الله أكبر، الأموال والزرع بدأ يحترق، بدأ يتلف، بدأ تصيبه الآفات، بدأ يفقد مزارعه مزرعة بعد الأخرى. فلما فقد تلك المزارع انتهى ماله ومصدر رزقه، تركه من؟ الخدم، وأطلق العبيد ومن يملك، تركهم ما يستطيع أن ينفق عليهم، خسر أمواله كلها. ما الذي بقي؟ بقيت زوجته وأولاد الكثر، وبدأ يموت أولاده ولدا بعد الآخر، ولا يسمع من أيوب عليه السلام إلا الصبر وحمد الله والاسترجاع. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. ترى الواحد لو يفقد ولد واحد قد يجن، قد يتعب طول عمره، وبعض الناس ما يعيش حياته خلاص لو ولد واحد يفقده، أغلى شيء في الدنيا الولد، فكيف ولد بعد الآخر؟ وبعد خسر كل أمواله صار فقيرا، على الأقل عندي أولاد يساعدوني. بدأ يفقد أولاده واحد وراء الآخر. يا الله. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. كل أولاده ماتوا واحد وراء الثاني، قيل أكثر من 10 من الأولاد عنده.
ما الذي بقي له في الحياة؟ كل أمواله خسرها؟ كل عبيده راحوا؟ كل أولاده ماتوا؟ بقي هو ومعه زوجته، تلك المرأة الصابرة مثله، المحتسبة مثله، والناس يشوفون ايش في أيوب؟ ايش اللي قاعد يصير فيه؟ هذا نبي الله، خسر مزارعه، خسر أمواله، أفلس، خسر كل عبيده وخدمه وراحوا عنه، والحين يخسر أولاده واحد ورا الثاني، شنو صاير فيه؟ هذا عقوبة أكيد من رب العالمين. شوف الناس شلون تنظر له، نظرة الناس أصعب من البلاء نفسه. لو بدأ يتكلمون عليه، حتى أصابه المرض وبدأ المرض يشتد به شيئا فشيئا، فصار طريح الفراش وبدأت البثور تظهر على جلده، فبدأ الناس حتى يستقذرونه ويبتعدون عنه. عمن؟ النبي الله أيوب. الله أكبر، أيوب تستقذرونه؟ قبحكم الله. حتى سقط على الفراش وبدأت يداه لا تتحركان ورجلاه لا تتحركان، فأصيب بالشلل التام. الله أكبر. هني لما نقول البلاء، هذا هو البلاء. واحد يخسر له شوية فلوس ما يتحمل، كل أمواله بعد أن كان غنيا ثريا، كل أولاده مو شوية كانوا، كل خدمة وحشمة راحوا، والآن بدأت صحته وعافيته فقدها. كم كان عمره في ذلك الزمان؟ تلك السنة كان عمره 70 سنة، يعني حتى مو صغير أيوب عليه السلام. عمر سقط على الفراش، ما بقي إلا لسانه يذكر به الله، وعقله يفكر، وقلبه ينبض، ومن اللي تقوم عليه؟ زوجته، تلك المرأة الصالحة العابدة. وكان من دعائه يقول: إلهي إلهي أنا عبد دليل. كان كثير الدعاء: إن أحسنت فالمن لك، وإن أسأت فبيدك عقوبتي. الله. وكان يقول، لأن يسمع كلام الناس إنه يتكلمون عليه، أيوب ما صار فيه إلا أكيد أذنب ذنب، أكيد رب العالمين ما يحبه، أكيد الله نزل عليه العقوبة. وكان يقول: أعوذ بالله من جار عينه تراني، إن رأى حسنة سترها، وإن رأى سيئة ذكرها. أعوذ بالله من هذا الجار. حتى أصدقائه تركوه، حتى أصحابه هجروه، وظل أيوب عليه السلام سنوات على هذه الحال. ظل أيوب عليه السلام على هذه الحال وهذا المرض 18 سنة. من اللي يصرف عليه؟ من اللي ينفق عليه؟ زوجته. صارت أجيرة عند الناس تشتغل لهم بالساعات علشان تشتري بهذا المال اللي يعطونها شوية طعام وتطعم به زوجها. هي التي تغسله، هي التي ترعاه، هي التي تقوم بشأنه. أما أيوب فظل لسانه ذاكرا لربه أبدا، ما جزع لا على فقد الأموال ولا الأولاد ولا على الصحة والعافية أبدا. إنا وجدناه صابرا. الله أكبر. لما يقول لك الصبر، ترى صبر أيوب. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. حتى أن زوجته يوم من الأيام جاءت إليه فقالت له: يا أيوب، لقد عبدت الله عز وجل وكنت مجاب الدعوة، فلو طلبت من ربك. كأنها شوية زوجته تضايقت من هذا الوضع، 18 سنة على هذه الحال. قالت له: يا أيوب، لو دعوت الله لاستجاب لك، فأنت مجاب الدعوة، يعني أنت نبي، أطلب ربك يرجع لك الصحة. تضايقت من هذه الحال بعد ما كانت في عز، وكانت تخدم، وكانت عندها الأموال وعندها الأولاد حولها والخدم يخدمونها. شوف وين وصلت، صارت أجيرة عند الناس. أطلبت من أيوب، قالت له: يا أيوب، أطلب ربك، فأنت مجاب الدعوة. فزعل عليها أيوب. زعل ليش؟ كأنها ما صبرت. جزعتي؟ ما تحملتي هذا البلاء؟ قال: أنعم الله علي 70 سنة، ألا يحق لي أن أصبر على بلائه 70 سنة أخرى؟ الله أكبر. يقول لها: ما يحق لنا نعجز أو نجزع إلا بعد 70 سنة من البلاء. ثم قال لها:
يا فلانة لئن عافاني الله ورد إلي صحتي لأضربنك 100 ضربة من الزعل اللي فيه. قال أضربك بالعصا 100 ضربة على هذا الكلام اللي تقولينه. وكان عند أيوب عليه السلام 3 من الأصحاب المقربين. تخيل هذه الربع زاروه في ذلك اليوم في بيته، فدخلوا عليه وكان في فتى صغير جالس وكان على الفراش ملقى. تخيلوا سنوات وهو على هذه الحال وما قادر يحرك إلا لسانه، وهذا الربع أصحابه ومؤمنين. تدرون شنو قالوا حق أيوب عليه السلام؟ قالوا يا أيوب لقد أذنبت ذنبا ما أذنبه أحد، أكيد أنت مسوي ذنب، لهذا لم يكشف العذاب عنك. الله أكبر، على البلاء اللي فيني وعلى العذاب اللي فيني، والله يبتليني بكل هذا البلاء وانتوا تقولون لي هذا الكلام؟ خبتم وخاب مسعاكم. من اللي رد؟ أيوب ما تكلم عليه السلام. اللي رد هذا الفتى وغضب عليهم وقام، هذا كلام تقولونه؟ هذا قول تقولونه؟ ثم قال هل تدرون حقا من انتقصتم وحرمة من انتهكتم ومن الرجل الذي عبتم؟ ألم تعلموا أنه أيوب نبي الله وخيرته من خلقه في ذلك اليوم؟ تتكلمون على رجل هو خير خلق الله في ذلك الزمان. فكأنما سر عن قلب أيوب عليه السلام، فنظر إلى الفتى وقال إن الله يزرع الحكمة في قلب الصغير والكبير. الله أكبر، يعني قلت كلاما حكيما. اشتد البلاء بأيوب وظل الناس سنوات يتكلمون عنه بالسوء، ولم يستطع إلا أن يحرك لسانه ذاكرا عابدا بعد أن خسر الدنيا بأكملها، وزوجته تعمل من الصباح للمساء لأجل أن تأتيه بلقمة عيشه وتقوم على شأنه، وكل هذا وهو صابر. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قلبه ولسانه لا يذكر إلا الله عز وجل. نعم الصبر صبر أيوب. زوجة أيوب عليه السلام كانت تشتغل أجيرة عند الناس وتأتيه بالطعام. في مرة من المرات بدأ الناس يتناقلون أن أيوب ومرضه ربما ينتقل إلينا، مرضه ممكن يعدي. قالوا إذا ماذا نفعل؟ إحنا ما نروح له، إحنا ما نقترب منه، زوجته اللي تشتغل عندكم ربما تصيبكم بمرضه، تعديكم بالمرض. فقامت كل ما تروح بيت تبي تشتغل عندهم يسكرون الباب عليها، يطردونها. تخيلوا وين وصل الحال بأيوب وأهله، حتى جاءت حزينة كثيرة وأخبرته بالخبر أن الناس مو راضين يشغلوني وراح نموت من الجوع أنا وياك. شوف البلاء وين وصل بأيوب. ففكرت زوجته بفكرة، كان عندها شعر طويل ومسوته ضفاير الشعر، وكانوا الناس في زمانهم خاصة علية القوم يشترون هذا الشعر، يشترونه يتزينون به. فقصت زوجة أيوب ضفائرها وذهبت به إلى بعض نساء القصر واشتروا منها الضفائر بأموال، وأخذت المال واشترت به طعاما، وأسرعت إلى نبي الله أيوب أن يأكل من شدة الجوع قبل أن يموت، خايفة على زوجها، وراحت ودت له الطعام. قالت له كل يا نبي الله. قال من أين لك هذا الطعام؟ قالت كل وسأخبرك. قال لا والله لن آكل، ما رح آكل، قولي لي من وين هذا الأكل أول شيء. حاولت مو راضي يأكل، فنزعت خمارها اللي على رأسها وورته شعرها، قالت قصصت ضفيرتي واشترت مني بعض نساء القوم. فحزن أيوب في ذلك اليوم حزنا شديدا، أصابه الهم والحزن. هنا بعد 18 سنة من البلاء، 18 سنة على الفراش طريحا، هنا دعا ربه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. الحين مسني الضر. شوفوا ترى البلاء اللي صاب أيوب كل هذا كان راضي،
وكان صابر وكان عادي عنده شيء من رب العالمين أنا أتقبله. لكن لما شاف زوجته على هذه الحال انكسر أيوب شوي وقال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وزوجته في ذلك الوقت شافت حزن زوجها اطلعت وخلته راحت، واشتد الحزن بأيوب عليه السلام ودعا ربه بهذا الدعاء: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وإذا بربنا عز وجل يوحي إلى أيوب، كان بروحه بالغرفة ما في أحد وياه، الله قال له: حرك رجلك. رجلي 18 سنة ما تتحرك، الحين راح تتحرك، حرك رجلك يا أيوب. تخيل، وزوجته مو عنده، راحت طلعت، بدأ يضرب برجله ويحركها. الله قال له: أركض برجلك، يعني أضرب برجلك الأرض، أضرب برجلك الأرض. وبدأ يحرك رجله، يحرك رجله في الغرفة، وبدأ الماء ينبع من تحت قدميه. الله، هذا يوم المعجزات، هذا يوم الفرج، هذا يوم البشارة، هذا يوم رفع البلاء. وبدأ يحرك أيوب رجله، وبدأت العافية تأتي إلى جسده شيئا فشيئا، والماء ينتشر في الغرفة ويصيب جسده. أركض برجلك، هذا مغتسل، هذا مغتسل بارد. وبدأ الماء يصيب جسده، وكل ما أصاب الماء شيء من جسده بدأ يتحرك، بدأ يتحرك الجسد ويشفى من البلاء الظاهري، حتى صار عين تحته والجسد بدأ يتحرك. وقال له الله: اشرب، علشان المرض الداخلي هم يروح. أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. بدأ يشرب أيوب، يشرب أيوب، كل أمراضه الداخلية زالت، وكل مرضه الخارجي بالغسل راح. وأول ما اغتسل تغير شكله. شو اللي صار؟ أرجع الله له شبابه بغسله من هذا الماء، ماء فيه الحياة. أرجع الله له شبابه وصحته وعافيته. وإذا به يقوم من فوره، قام أيوب عليه السلام، وزوجته ما تدري شو اللي صار للحين. وإذا بها بعد فترة من الزمن رجعت وشافت الفراش وأيوب مو موجود، وفي ماي في الغرفة، وبدأت تصرخ، ظنت أن الكلاب والسباع دخلت الغرفة وأخذت زوجها. تركض في البيت تدور على زوجها: يا أيوب أين ذهبت يا أيوب؟ تبحث عن أيوب عليه السلام: يا أيوب. فإذا بها ترى في الدار شابا، رجلا، فتيا قويا واقف، فتخطت عنه فقالت: يا رجل، ألم ترى ذلك النبي المبتلى؟ ألم ترى أيوب ذلك الرجل المبتلى؟ هي خايفة حين على زوجها. فقال لها: ألم تعرفيني؟ نظرت إليه قالت: لا، لم أعرفك، لكنك أشد الناس شبها بزوجي قبل البلاء، أشد الناس شبها به، تشبه. فابتسم وقال: أنا أيوب. قالت: أتسخر مني؟ أتسخر مني؟ زوجته تقول له: تضحك علي، تستهزئ فيني، أنا 18 سنة مع هذا الرجل وأنت تقول لي أنا أيوب؟ قالت: أتسخر مني؟ قال: لا والله، رد الله لي عافيتي. فتعانقا فاستجبنا له، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. وأرجع الله في تلك الليلة زوجته إلى شبابها. تخيل، شوف الآن الفرج، أول شيء هو المرض راح، رجع الله له شبابه، زوجته رجعت إلى شبابها، وعاش بعد هذا 70 سنة، 70 سنة، ورزقه الله 26 من الولد، ضعف، يقولون ضعف عدد أولاده قبل البلاء. وآتيناه أهله ومثلهم معهم،
رحمة من عندنا، هذا جزاء الصبر، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. شوف الفرحة اللي الله عز وجل أنعم بها على أيوب عليه السلام. الآن قال له يا رب ترى أنا أقسمت إني أجلد زوجتي 100 جلدة بالعصا، شلون الحين أوفي بقسمي وعهدي؟ يوم عصب عليها ويوم قالت له ليش ما تدعو ربك، كأنها جزعت، يا رب أنا حلفت إذا أرجع الله لي عافيتي أضربك 100 جلدة بالعصا. فقال للرب خذ عرجون النخل فيه من الشمراخ هذا اللي داخل مثل الألياف الداخلية فيها 100، أخذ عرجون واضربها ضربة خفيفة كأنك ضربتها 100 ضربة، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، أنبياء ما يحنثون، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. الله أعطاه زوجته، أعطاه عياله، رجع له صحته، وفي يوم من الأيام أيوب عليه السلام كان يغتسل عريانا، فجأة إذ نزل عليه من السماء جراد من ذهب، تخيل جراد، عدد كبير من الجراد، ويدخل في مخزونه، قاعد يدش في عند مكان مستودع، الجراد هذا من الذهب قاعد يدخل بروحه بنفسه يتجمع في مستودع أيوب عليه السلام. أيوب لما شاف هذا الجراد من ذهب، ذهب وبعض الجراد اللي يبي يروح، فبدأ يركض وراء الجراد اللي يبي يروح، يبي الكل، ما يبي يترك ولا جرادة. فقال الله يا أيوب، يا أيوب ألم تشبع؟ ألم أغنك؟ أعطيتك من الجراد اللي كفيك، لاحق الجراد اللي بيطلع بعد، اللي يبي ينحاش تبي تلحقه بعد؟ قال نعم يا رب أغنيتني، لكن لا غنى لي عن بركتك، هذا شيء بركة من السماء أنا ما أفرط فيها. فأنعم الله عليه بعد ذلك اليوم 70 سنة أخرى، 70 سنة من النعيم وعبادة الله عز وجل. تدرون ليش؟ لسبب واحد، إنا وجدناه صابرا، لسانه ما فتر عن الذكر والصبر والرضا، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قصته تذكر في الأولين والآخرين، وما يذكر الصبر إلا ويذكر أيوب عليه السلام. أيوب والصبر آية من آيات الله.